السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك عليكم جميعا وعلينا جميعا. إن شاء الله احنا النهاردة في أيام العيد دي ما بننساش أهالينا اللي غابوا عننا، ما بننساش من زمان كيف أمنا وأبونا أخدونا للمقابر علشان نقرأ الفاتحة وندعي لأقاربنا في أيام العيد، زي ما احنا احتفلنا باستقبال الأحباب والأقارب وهاتفاتهم في التليفون، وكذلك احتفلنا بعمل الولائم وأكل الحلويات وشراء اللبس الجديد لكل الناس. إن احنا هذا هو مصيرنا، ده مصيرنا اللي احنا لن ننجو منه. طبعا احنا النهاردة في برمنغهام بنزور أحد أقاربنا اللي هي طنط قدرية رحمة الله عليها. وما ننساش ان احنا بعد ما اكلنا وشربنا وزرنا قرايبنا وعملنا عزايم واشترينا الحلو واشترينا اللباس الى اخره الى اخره الى اخره، ان هو ده مصيرنا. مصيرنا هنا ادي متر اهو تقريبا وادي مترين. لا هناخد معانا في الاخرة الا عملنا الصالح، لن نأخذ معنا الا عملنا الصالح اللي احنا عملناه في الدنيا فقط. هو اللي هيخش معانا القبر هنا، هو اللي هيعيش معانا، هو اللي هيوسع لنا قبرنا، وهو اللي هيرفعنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رسالة اليوم لينا يا شباب ان احنا واحنا بنحتفل نتذكر، واحنا بنعيد نتذكر، واحنا اقوياء نتذكر، واحنا اصحاء نتذكر، واحنا شباب نتذكر، واحنا في كل هذه النعم اللي انعم علينا بها الله سبحانه وتعالى نتذكر ان ده هو هيكون مصيرنا كلنا باذن الله سبحانه وتعالى. ده مصيرنا كلنا، ملوك ورؤساء ووزراء وامراء، كلنا واغنياء وكله هنكون في المكان ده، مش هيكون معانا فقط الا شيء واحد، ها، عملنا اللي احنا هنقابل بيه الملائكه تحت هنا هو، وعملنا اللي احنا هنجيب بيه على اسئله الملائكه، وعملنا اللي هيرفعنا في عليين امام الله سبحانه وتعالى. عيد مبارك عليكم جميعا. وفي يوم العيد ايضا نتذكر اخواننا في اليمن واخواننا في سوريا واخواننا في السودان واخواننا في غزه وفلسطين واخواننا في الاوغور في تركستان الشرقية واخواننا في الروهينجا واخواننا في افغانستان وفي باكستان وفي كشمير وفي كل مكان في العالم، وفي جنوب السودان وفي كونغو الديمقراطية وفي وسط افريقيا الى اخره الى اخره الى اخره، من كل دول العالم اللي فيها المسلمين. وعيد مبارك علينا وعليكم كلكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.